أهلا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة العراق من السندات الأمريكية انخفضت للشهر الثالث تواليا لتصل إلى نحو 35 مليار دولار. وذكرت الخزانة أن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر نيسان من العام الحالي انخفضت بمقدار 4.5 مليار دولار لتصل إلى 34.8 مليار دولار بعد أن كانت 39.3 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، مبينة أن هذه السندات ارتفعت بنسبة 18% و16 درجة من المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 28.3 مليار دولار. قال مختصون في الاقتصاد إن سوق العقارات في العراق شهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في السنوات الثلاث الماضية، حتى وصلت الأسعار إلى مستويات غير اعتيادية خصوصا في بغداد التي تعد الأغلى بين المحافظات، تليها كربلاء والبصرة والأنبار ثم النجف. ويرجع المختصون سبب ازدياد أسعار العقارات إلى عدم وجود برنامج حكومي لتوزيع الأراضي على المواطنين وعدم تشريع قانون العشوائيات، فضلا عن ارتفاع أعداد السكان من دون وجود حلول حكومية. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إيقاف هدر تجاوزات قيمته 5 ملايين دينار في منفذ زرباط الحدودي مع إيران. وبينت الهيئة ضبط عجلة محملة بمادة بوريبلاستيك إذ أنجزت معاملتها الجمركية بطريقة غير أصولية في منفذ زرباط للتهرب من دفع الرسوم المفروضة على حماية المنتج مع ضبط وصل مزور للميزان الجسري، مما سبب هدرا بالمال العام لأكثر من 5 ملايين دينار عراقي فقط بالرسم الجمركي. أعلنت وزارة الكهرباء في كردستان العراق انتهاء شركة دانا غاز الإماراتية من عملية إصلاح حقل كرومر وتأهيله وعودة إنتاج الطاقة إلى معدلاتها الطبيعية. وكانت الوزارة قد أعلنت في 7 من الشهر الحالي استعادة جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للكهرباء مع انتهاء المرحلة الأولى من إصلاح حقل كرومر وتأهيله وإعادته، ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في كردستان العراق لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، فضلا عن تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة. ازداد الدخل السياحي في الأردن في غضون الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2023 ازداد بنسبة 68% و14 درجة من المئة مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022 ليبلغ 2.826 مليار دولار. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الدخل السياحي في شهر أيار من العام الحالي نموا نسبته 27% و18 درجة من المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 433 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 611 مليون دولار. وظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ازديادا بنسبة فقط 68% مدفوعا بارتفاع عدد السياح وبنسبة نمو بلغت 69%. هذه انتقال سريع مشاهدينا الكرام إلى أسعار العملات والمعادن وصرف العملات الأجنبية.
كانت هذه مشاهدينا الكرام أهم الأخبار الاقتصادية في رعاية الله.